مصافحة بين الجيران، خطوة لم تكن عادية حتى وقت قريب. سيلاس موكيو كان عمره 11 عاما حين قتل مسلحون عائلته، واليوم يعيش إلى جانب ماتياس موت راهيكفا أحد القتلة خلال عمليات الإبادة الجماعية. كنت أخاف من ماتياس حين اكتشفت أني أسكن هنا بجوار أحد الجنات، لكنه برهن على أنه جار جيد وقال لي: سيلاس، حتى لو كنت قد أقدمت على قتله فأنا نادم على ما فعلت. فقبل 20 عاما شهدت رواندا جرائم إبادة جماعية حين أقدمت ميليشيات الهوتو على قتل 800 ألف من التوتسي والمعتدلين من الهوتو، وأوقف الرئيس الحالي كاغامي عمليات القتل بجيش من المتمردين، وحول رواندا إلى بلد ذو اقتصاد منتعش بمعدلات نمو متسارعة، لكن الثمن المدفوع من أجل ذلك كان مرتفعا، فقد حكم بيد من حديد وفرض الرقابة على الإعلام واضطهد المعارضة، وفرض العمل على كل الرواندين مجانا مرة في الشهر بغض النظر عن كون الرواندي ضحية أو جان، معتبرا ذلك جزءا من استراتيجية المصالحة. عدم نسيان تاريخنا يشد من عزمنا ويقوينا من أجل بناء رواندا الجديدة. وهذا ما يتمناه أيضا سيلاس وماتياس، ولذا يقومان كما هي العادة سنويا بزيارة النصب التذكاري، حيث ما زالت الذكرى الحزينة لما حدث جزءا من رواندا الجديدة.